السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتعلم الصربان عن بعد. إذا دائما في السلسلة الثانية اللي شفنا فيها مجموعة من المعلومات في الحلقات الماضية، منهم شعار الصربان، منهم بعد تعرفنا الثقافة اليابانية، منه شفنا مدخل العملية الضرب، شفنا كذلك تمارين التركيز، جدول الضرب كيفاش يمكن نحفظوه. ففي تتمة هذه السلسلة إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو عطيتكم في الحلقة الماضية واحد مجموعة من التمارين، وكان عندنا واحد التحدي بسيط وقلت لكم اشتغلوا عليه. اذا دابا غنشوفوا التصحيح ديال دوك التمارين اللي عطيتكم، وغنشوفوا التحدي ونشوفوا شكون الاطفال اللي تمكنوا من انهم يقوموا بحل التحدي. اذا العمليات اللي عطيتكم هما هادو. اذا دائما في صنف العمليات من ا ب سي فوا دي تساوي او، يعني عندي عدد مكون من ثلاث ارقام مضروب في رقم واحد يساوي او، واحد النتيجه معينه. هذيك النتيجه هي تحصلوا عليها بالمعداد. إذن هنا نشوف العملية الأولى هي 987 في 5 ضرب 5. دونك أشنو قلنا أول خطوة نديرو دائما هي أننا كنحسبو عدد أرقام الجدد. إذن عدد أرقام الجدد عندنا هنا 1 2 3 4، عندنا 4، دونك غنشتغل على 4 ديال الأعمدة. دونك إذا بغينا ناخدو المعداد هنا نشوفو 4 ديال الأعمدة، الوحدات، العشرات، المئات، ثم الآلاف. دونك باش غنعرف اين عمود غادي يشتغل عليه غنقوم بضرب المرحله الثانيه اللي هي ضرب الرقم 5 في 9. 5 ضرب 9، 5 ضرب 9 كم تساوي؟ طبيعي هي 45. 45، دونك 45 هل هي اكبر من 10 ام اصغر من 10؟ دونك 45 اكبر من 10. دونك شنو غادي ندير؟ غنجي لعمود الالاف هنا وغنمثل 45. 45، 4 في الالاف و5 في المئات. المرحله المواليه هي انني غنقوم بضرب الرقم 5 في الرقم 8. هكذا 5 في 8 كتساوي 40. خابيا 40، دونك 40 كذلك اكبر من 10، دونك غنجي وغنمثل 40 على مستوى عمود العشرات. 40 هكذا. ثم 5 ضرب 7، 5 في 7 كم تساوي؟ 35. حسن جدا. اذا 35، 5 في الوحدات وخاصني نمثل 3 في العشرات. اذا هنا غنستعمل المكملات ديال 5. اذا مكملات 5، اذا بغيت نضيف 3 شنو غندير؟ تنضيف 5 وتنطرح 2. اذا النتيجه المحصله عليها هي 4575. 4575. تخيل نمشيو للعمليه المواليه اللي هي 836 في 4. عدد ارقام الجداء هو 4، دونك غنشتغل على 4 ديال الاعمده. دونك المرحله المواليه غنقوم بضرب 4 في عدد المئات اللي هو 8. 4 ضرب 8 كم تساوي؟ 32. 32 هل هي أكبر من 10 أم أصغر من 10؟ إذا 32 أكبر من 10، دونك هاد المعلومة أشنو تقول لي؟ بأنني غنشتغل على عمود الآلاف. دونك كل ما كان عندي الضرب ديال الرقم في عدد المئات أكبر من 10، كنعرف بأنني غادي نشتغل على عمود الآلاف. دونك 32 غنمثلها على مستوى عمود الآلاف، نديرو تصغير للمعداد. إذا 32، 3 في الآلاف و2 في المئات. ثم نضرب عدد 4 في 3، 4 في 3 12، غنجي غنمثل 12 على مستوى عمود المئات. ثم 4 في 6 كم تساوي؟ 24. إذا 24، 4 في الوحدات و2 في رقم العشرات. النتيجة المحصلة عليها هي 3344. 3344. إذا العملية الموالية 723 في 7. 723 في 7، صفير المعداد. نضرب 7 في 7، 7 في 7 كم تساوي؟ خابيان هي 49. 49 هي أكبر من 10، إذا سأشتغل على عمود الآلاف. دونك شنو غادي نديرو؟ نمثلو 49. إذا حاولوا تشتغلوا معايا حسن جون في المعداد ديالكم. 49، دائما التمثيل من اليسار نحو اليمين. 4 في الآلاف و9 في المئات.
ثم 7 في 2 7 في 2 كم تساوي 14. اذا نردوا معايا البال هنا، هنا غنحتاجوا كذلك مكملات سواء 5 او 10 وحده فيهم. مثلا 7 في 2 هي 14، دونك باش نمثل 14 عندي 4 في العشرات هنا. هنا في العمود ديال المئات خصني نضيف واحد، دونك باش نضيف واحد ما عنديش شي خرزه احاديه حره ليبغ، اذا شنو غادي ندير؟ خصني نحاول نتسلفها باستعمال مكملات 5 او مكملات 10. مكملات 5 واش يمكن لي نستعملهم هنا؟ يمكنش لي نستعملهم، دونك علاش؟ لانني الخرزه الخماسيه عندي مفعله. دونك اشنو غادي ندير؟ اشنو غادي ندير؟ غنستعمل مكملات ديال 10. مكملات ديال 10 تقول لي زائد 1، اذا بغيت نضيف واحد زائد 1 تساوي زائد 10 ناقص 9 زائد 10 ناقص 9. دونك هنا خصني نزيد 10 ونقص 9. اش غندير؟ نزيد 10 هنا. كيفاش غنزيد 10 هنا؟ هنا ما عنديش خرزة أحادية حرة، غنستعمل مكملات 5. هنا غنستعمل جوج مكملات 5 ومكملات 10. باش نستعمل هنا مكملات 5 اشنو خصني ندير هنا باش نزيد 10؟ يعني خصني نزيد خرزة أحادية هنا، إذا ما عنديش خرزة أحادية، دونك شنو غندير؟ غنزل خرزة خماسية وغنقص 4 ديال الخرزات أحادية. هنا زدت 10، إذا ها هي زائد 10 ناقص 9. واشنو خصني نقص هنا؟ نقص 9، 5 و 4 ديال الخرزات أحادية هي ناقص 9. ثم سنضرب هذه هي 7 في 2 14، ثم 7 في 3 كم تساوي 21. 21 اذا غنضيف واحد هنا، وهنا خصني نضيف 2. هنا ما عنديش كيفاش نضيف 2، غنستعمل المكمل ديال 5 اللي هو كيقول لي زائد 2 تساوي زائد 5 ناقص 3، زائد 5 ناقص 3. دونك هنا باش نزيد 2 غنزيد 5 وغادي نقص 3. النتيجة المحصل عليها هي 5061، 5061. إذا هنا لاحظتوا معايا راه استعملنا المكمل ديال 5 والمكمل ديال 10 في نفس الوقت وفي نفس العملية. إذا نقدروا نستعملوهم جوج، كيفاش غنضبطوا هذه العملية؟ هي بتمارين تمارين تمارين ليزيكزارسيس. كل ما كثرت من العمليات بزاف، كل ما ضبطت عمل المكملات ديال 5 والمكملات ديال 10 وامتى نستعملهم. دونك غنمشيو للتحدي اللي عطيتكم، هو اننا غنتجاوزوا 3 ارقام وغنديروا 4 ديال الارقام. مثلا هنا عندي 1035 في 4. دونك هنا بنفس الطريقه غنحسب عدد الارقام ديال الجداء، عدد الارقام الجداء عندي 1 2 3 4 5. دونك عندي 5 ديال الارقام، دونك 5 الارقام اذا غنستعمل 5 ديال الاعمده، العمود الاول الثاني الثالث الرابع ثم الخامس. باش نعرف اين عمود غنستعمل، واش الخامس او الرابع، اشنو غندير؟ غنضرب 4 في 1. 4 في 1 كم تساوي؟ 4. اذا 4 هو اصغر من 10، دونك غنستعمل فقط عمود الالاف هنا. دونك هنا غندير 4 ثم 4 في 0 كم تساوي؟ هي 0، اذا ما غاديش نمثل 0. دونك 4 في 3 كم تساوي؟ 12. دونك هنا غندير 12 في 10. ثم 4 في 5 كم تساوي؟ تساوي 20. تري بيان، اذا 0 في الوحدات و2 هنا. اذا النتيجه المحصل عليها هي 4140، 4140، 4140. يعني هذا كان هو التحدي ديالنا ديال هذه الحصه. اذا شفنا دابا كيفاش يمكن لينا نستعملوا المكملات ديال 5 والمكملات ديال 10 في عمليه الضرب، وقلنا بانه نقدروا نصادفوا مكمل 5 ومكمل 10 بجوج في نفس العمليه، ونقدروا نلقاو غير مكمل 10 او لا غير مكمل ديال 5. هنا كل ما القاعده هذه غناخذوها بجدول الضرب، انه كل ما ارتفع عدد الارقام، ماشي غير غنشتغلوا على المئات، هنا كنا اشتغلنا غير على العشرات، جوج ارقام، شويه درنا ثلاثه، شويه درنا اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، كل ما زدنا رقم كل ما كتبقى الخاصيه هي هي، وكنزيدوا فقط عمود. اذا هنا مثلا كنا كنشتغلوا على
مثلا في الاول على ا بي فوا سي كتساوي دي، اشتغلنا بجوج اعمده بثلاثه ديال الاعمده، فزدنا رقم ولينا كنشتغلوا باربعه ديال الاعمده، فزدنا هنا رقم اخر ولينا كنشتغلوا بخمسه الاعمده. اذا كل ما زدت رقم كل ما كنزيد واحد العمود. شكون اللي كيحدد ليا واش غنشتغل على العمود الاخير او اللي قبل منه؟ هو الضرب ديال هذا الرقم في رقم المئات او رقم الالاف او رقم الملايين او رقم الملايير. اذا هذا هو القاعده ديال ضرب هذه العمليه او هذا الاعداد في رقم واحد. اذا في الحصه المقبله ان شاء الله غنشوفوا كيفاش يمكن لنا نضربوا عدد مكون من رقمين في عدد اخر مكون من رقمين. اذا ان شاء الله انتظروا الحصه الجايه باش نشوفوا هذا النوع من العمليات ونشتغلوا عليه كذلك.